أصدقائي متابعي القناة، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. ما تنسيوش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية. ما زلنا مع تداعيات التصريحات الأخيرة للممثلة ريم الرياحي في برنامج فكرة سامي الفهري مع هادي زعيم، وحديثها على قضيتها الأخيرة وأزمتها مع طليقها، ورد المخرج مديح بالعيد على تصريحات طليقته ريم الرياحي بطريقة ساخرة في تدوينة قام بعد مدة بحذفها بسبب التهجمات التي طالته بعدم مراعاة عائلته وأبنائه. لكن مديح بالعيد كان رده بطريقة غير مباشرة ولمح أنه الكلام اللي صرحت به الممثلة ريم الرياحي فيما يخص قضية الزنا فيه تلاعب بالرأي العام، وأن سيناريو الحوار كان محبوكا من طرف الهادي زعيم بالاتفاق مع ريم الرياحي لتبييض اسمها وتلميع صورتها أمام الجميع بعد الفضيحة التي أنهت مسيرة ممثلة كبيرة، وخاصة أن ريم الرياحي ستكون بطلة مسلسل سوسن الجملي على قناة الحوار التونسي في رمضان 2023، ولا بد من الخروج للناس وإنهاء الجدل فيما يخص قضيتها مع طليقها. وتابع طليق ريم الرياحي مديح بالعيد أن أغلب الناس يتجادلون حول صورا وهمية، في حين أن الأقلية فقط سيتراجعون للخلف ليتمكنوا من رؤية المشهد كاملا والحقيقة كاملة دون انتقاص، وهو الفرق بين حكيم ذكي وغبي يتحكمون فيه. وكانت التعليقات على تصريحات الممثلة ريم الرياحي مختلفة بين إن اللي تعاطفوا معها وساندوها وصدقوا الرواية اللي حكيتها في البرنامج، وتعليقات أخرى أبدت سخريتها من حديثها ودفاعها عن نفسها وشككوا في روايتها واعتبروها قامت بتزييف الحقائق ووصفوها بالكذبة وأنها كممثلة قد كتبت نهايتها. لكن التعليق الأقوى كان من الطبيب زكريا بوغيرا، وين قال في تدوين انشرها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: عنا برشا مشاكل في تونس، أما ممكن أخطرهم هي قلة التربية ونكران الجميل. قبل ما تصير لها المشكلة كان فما شبه إجماع على ريم الرياحي في المجتمع التونسي، مش من عدم، خاطرها ذكية متربية جميلة رزينة وحساسة، من الآخر خاطرها فنانة حقيقية نتشرفوا بها قدام العالم. هذا كان قبل أود 2022، خاطر كي طاحت في بقعة ما تلقى جمهورها والعباد اللي دخلت لهم الفرحة لديارهم معها، نفس العباد هذوكم تلذذوا من مصائبها، خرجوا الخيوبية والشر اللي فيهم، كل نهار ينهشوا في لحمها وهي ساكتة، كل نهار يسلخوا فيها بالضميرهم ومساطتهم وهي ساكتة، آلاف التدوينات خرجوهم واتهموها بأبشع النعود، هذه كله هي ساكتة، البارح خرجت وحكيت والغصة في قلبها، حكيت على الوجيعة متاحة، حكيت على الظلم والخيانة، حكيت على التضحيات اللي جبرت عليهم، الآخر دقيقة قعدت قوية وشامخة، الآخر دقيقة ما خليتش كراهيها يفرحوا بدمعتها العزيزة. ما نفهمش منين جابت القوة البارح ريم باش تفسر علاش صرت لها تتخلى على الحضانة متاعها صغارها. قالت: أنا مرأة تمسخت وما عادش النجم نوصل صغاري للمكتب. لا يا ريم، مش أنت اللي تمسخت، اللي تمسخ هو هذا المجتمع المنافق الكذاب الخائن المغيار والجبان. وقتاش باش نتعلموا نتلهاو في حوايجنا؟ وقتاش نتعلموا نسيبوا حياة أعراض الناس؟ وقتاش نتعلموا النزيو من كلام المرزي اللي يوجع ويحطم العباد؟ عيب عليكم عيب كبير، إن شاء الله نهار تتعلموا وتوصلوا لثفر الشرف متاع ريم الرياحي.